بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم على المبعوث رحمة العالمين، وبعد ما نقول إلا ما يرضي الله. كل من عليها فان، نعز أنفسنا ونعز أشابس قوات الدعم السريع، ونعز سعادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، ونعز الشعب السوداني بصفة عامة على فقد الجلل الشهيد البطل صاحب المهام الصعبة اللواء عيسى الضيف بين قوسين بوازيك. ربنا يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جنات ان شاء الله. انا حاب اوضح يعني حاجه بسيطه، بس بتحتاج اوضح لتوضيح ودائر اوضح فيها. طبعا والرساله بتهم كل قادات السلامات واي سلامي من جندي ولا قائد موجود في قوات الدعم السريع. طبعا نحن مع الدعم السريع في السراء وفي الضراء، وما بناخذ الدعم السريع ده اصلا. الدعم السريع ده نحن يعني ما خيار زول واحد، ونحن ما ماشيين تابعين بكونا رجل واحد بس نحن نموت وراي او عشان سلطة، لكن ده خيار الشعب، ده الديمقراطية اختار الشعب، والدعم السريع وقف مع الشعب، ونحن واقفين مع الدعم السريع. طبعا شنو واقفين مع الشعب؟ لكن في قصر في قوات الدعم السريع من اعلى القيادة اعلى القيادة لا للقادات التانيين ما عارف من وين، لكن في قصر في قوات الدعم السريع. طبعا السلامات موجودين في قوات الدعم السريع كثيرين جدا جدا، وقوات الدعم السريع تعرفهم، حتى العدو يعرفهم ويشهد لهم وتكلم بهم. العدو ذاته قال تعاونوا بصورة عامية وكذا قدمني وتكلم. القصر من جين قوات الدعم السريع دي؟ القائد العقيد حسن محمد عبد الله الترابي، والقائد جبلين، والقائد الشهيد ربنا تقبل الفارسين، واللي هو بوازيك ده حميتي مش جابه من قائد، رسل للجنة من كبار وجابته هني. كل القادات بتاع السلامات ما شفنا 20 عربة كروزر سلموا لي سلامي، ما شفنا من المشكلة دي، ما شفنا سلموا لي كلام ده كيف يعني؟ قصر شديد جدا جدا. وأنا أوجه رسالتي لإخواننا القادات الموجودين في الصفوف الإمامية. طبعا أنت موجود في الصفوف الإمامية، الموت عندنا حاجة عادية، والتضحية من أجل إزالة دويرة 56 حاجة عادية، لكن الحاجة بتهمنا الوحيدة نحن بنقاتل بشنو يا جماعة؟ بنقاتل بحديد. لازم قوات الدعم السريع دي توفر لنا حديد. أسر مجموعة الجابها من قائد دي، مجموعة اللواء بوازيك الرسول الله وجاد دي، الناس بيجيبوهم بدفارات بيسلموهم حديد، عربات كروزلات جميع المدافع فين وبينسب قاتل. اللواء بوازيك وقت رسل إلى وجا جاب أربعة كروزر تابعات لجبال هنا، سلموه إلى 10 ما بالحق، سلموه اللي هنا 10 ما بالحق، مش قاعد بالبقاتل بين 10 ما بالحق اللواء كامل. هنا قالوا لنا اللواء جبلين شغلهم كثير مواتر، بس ما فوت الا 200-300 موتر، ما في اللي ياخذ يسلموا مواتر. عربات دي قاعده مع اللي هو جبلين مجامع المعاقد تعرفها، ما شغلها مواتر، حديد ردع عربات مقطوعه اسكادرو بس اسفار قاعده مع قائد انت بتقاتل مواتر. وقال لي ولي احنا جايين اخر احنا بنجي ونحن هم ماشيين وبنقف مع قوات الدعم السريع، لكن والله حقنا نتكلم فيها، حقنا دول نتكلم فيها. العقيد حسن محمد عبد الله الترابي ما شفنا له شيء، عربيته واحده كروزر راكب فيها واحده، ما شفنا له شيء من جنوا، شفنا سلموا عربات. الشهيد فارسين ربنا يتقبله بعد مات حتى المدرمان دي تو طلع دين الناس اللي فيها، وبدل الناس بلده تبلع وفارع. اليوم الشهيد فارسين حي، كل قوات الدعم السريع تشهد المدرمان ما بقي عليها اي سوء، وبلده كل ما هجموا فيه باسرهم. بس بعد الليبي رجل بطل مقاتل حارق كم كروز اللبن بلده ذل، يوم انضرب رفعوا بثلاجه وجابوا كروز الاستخفرها فيه، رفعوا بثلاجه ساف جابوا. أخينا رسالتي لأخينا محمد آدم 24 ساعة يا أخي التجاري كم يصير عملات بلقاك محل دقاش بلقاك أي التجاري لا بندق واحد ما بسلموا وياه، ناس بيجوهم من دارفورد بيجوهم بدفارات بيسلموهم عربات بنشي بتقاتل. نحن 24 ساعة جارين عاملات جارين جاي ما لاقين شيء يا أخي. الشغل ده الموضوع ده المهم تهتم بقوات الدعم السريع وتحصرنا نحن تحت التعليمات من أعلى قيادة، أي قائد أعلى مننا نحن تحت تعليماته، ونحن ما قوات الدعم السريع، لكن لازم حقنا ده يجي، لازم حقنا ده يظهر لنا. بس والعقيد ركن عبد الرحمن قيسان عمليات 24 ساعه بتتلقوه بس مقنف في العمليات، ونيته صافيه كل الناس تشهد له. يا اخي انت مين صراخ وجيد وقعد في المحده كمان ارضى قريب بتتصل لحمتي اتصال من جيد، ولا عندي قاعد في العمليات وصفيت نيته وقعد بيشتغل ده حمتي بعينك اللي شفته. عقيد ركن وقيسان عمليات ولا لك مكان ولا لك اي حاجه، حتى الشفع من القوم بيجوطوا معك يا جماعه. كلام ده كيف قصر زي احنا ثاني ما راضينا، كان بحاسبون على كلامنا ذي، والله نحن تحت التعليمات اي حاجه سواء بسووها، لكن حقنا ده تاني بي ما بنسكت،
حقنا دوام نسقط فيها. اسعى لي وبازق يوم مات مجموعتي مرات تفل. الاشابس قاعدين والناس المقاتلين كلهم زي قاعدين، لكن فقدنا لي وبازق، فقدنا جد القاجقر، فقدنا مقاتلين الشراس في هذه المجموعه. مجموعه دي لازم تنحصر وسلموها حديد عديد ردع. سلامات كلهم قاعدين في الحصار قاعدين وين يضموهم قادم، وسلموهم حديد ومحل ذاك القدر نستلمها، حطام نستلمها، الفاشر اللي بقت عصيد اللي ودونا احنا قسم بجلاله لا نستلمها. ايوه تقلت، لكن حقنا تاني بما نسكت. اي قائد عم حسن محمد عبد الله الترابي سعاده العقيد اللي هو جبلين، العقيد عبد الرحمن قيسان عمليات، كل قادات نتاع السلامات يا جماعه امشوا لنا دغريين.